التحية والسلام لكل مشاهدينا الكرام أينما كنتم مشاهدي قناة التحرير، أهلا بكم جميعا معنا إلى تصفح عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي الإخباري، برنامج أصداء الشباب. هذا البرنامج الذي يهتم بجميع نشاطات الشباب والحركة الجمعوية وتطلعات شريحة الطفولة. اليوم سنتعرف على إحدى النشاطات الرياضية غير المعروفة في ولاية الوادي ربما، أو قليلا من يعرفها، أنها نشاط حمام السباق أو بمسمى بحمام سباق الزاجل. هذه الجمعية التي تأسست لتفعيل هذا الفعل الرياضي بولاية الواد، إنها جمعية النادي الرياضي لهواة حمام السباق بوادي سوف، جمعية تأسست بإرادة بعض الشباب من أجل تثمين ورعاية هذا النشاط بولاية الواد. وأنا في برنامج أصداء الشباب أسعد هذا الصباح باستضافة المكتب المسير وأعضائه بهذه الجمعية، وأبدأ على يميني باستضافة السيد علي لموشي رئيس النادي الرياضي لحمام السباق. أهلا بك أستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر خاص لقناة التحرير على هذه الاستضافة، والشكر لبرنامج صدى أصداء الشباب نعم على الاستقبال الجيد وعلى نطرح البرنامج تاعنا نعم. بالنسبة للجمعية تاعنا نعم سي علي، عطونا هذه الفرصة نعم. نشكرهم الشكر خاص، وخاصة معد البرنامج أصداء الشباب بالقاسم معلل. شكرا أستاذ علي، كما أرحب كذلك بربيع عبد القوي الكاتب العام بالنادي وهذه الجمعية. أستاذ ربيع بابتسامتك العريضة أهلا بك. وبيك أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر قناة تحرير ويب تي في على هذه الالتفاتة الطيبة للنادي الرياضي اللي هو حمام السباق بوادي سوف. نعم. والممثلة في شخصية السيد علال بالقاسم نعم الذي ينشط هذا البرنامج صدى الشباب. نعم. مشكور أستاذ على هذا. شكرا أستاذ ربيع، كما أرحب كذلك بخالد سليماني، هذا الشاب النشيط طبعا وهو نائب رئيس النادي. أهلا بك السلام أستاذ خالد. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر هذه قناة تحرير عن الاستضافة الجميلة، ونشكر الأخ بالقاسم علال عن هذه الاستضافة، وشكرا. شكرا أستاذ خالد، وأنت الكاتب العام بهذه الجمعية، كما أرحب كذلك بالأستاذ معمر مسعي عضو بهذه الجمعية. أهلا بكم معمر. السلام عليكم. مرحبا. نشكر القناة على الاستضافة، ونشكر السيد بالقسم علال وهو ضمن صديقي العزيز، وشكر لكم انتم على تلبية دعوة البرنامج واللقاء. وأشكر كذلك شكر جزيلا زميلي كمال رزوق الذي نسق لنا هذا اللقاء معكم. تحية لزميلنا كمال طبعا الباحث على الجديد والبحث عن الأفضل، تحية إلى زميلي كمال. يرافقني على العارضة التقنية في غرفة البث والإرسال المايسترو طبعا على وهو فتحي الشايب، تحياتي لك فتحي، سيخرج لنا هذا اللقاء مباشرة على الهواء كما عاهدنا. أجدد ترحيبي بكم. طبعا هذه الجمعية التي تنشط في ولاية الواد لديها ربما 4 أو 5 سنوات على الأقل من عمل الفعلي. سؤال مفتوح لكم ربما السيد الرئيس ولا النائب العام، طبعا كيف جاءت فكرة تأسيس هذه الجمعية وتنم، وكيف أمنتم أنتم بهذا العمل الذي ربما يراه الكثير منا غريب يعني؟ أستاذ علي ولا أستاذ ربيع تفضلوا. والله جاءت تأسيس الفكرة من الأصل في ذلك أن نحن مربين حمام الزاجل، خاصة الحمام الزاجل، يعني فكرة جت في لقاء عادي، أصحاب فكرة الحمام الزاجل وعندهم رغبة، عندهم هواية بطبيعة الحال، عنده هواية، هي الهواية أصلا من الأساس. نعم. هي هواية من الأساس، وجتنا الفكرة على أساس ليش إحنا عندنا العدد الكافي الناس اللي تهوى الهواية هذه، وين علاش ما نديروش جمعية يجمعكم، يعطيك تنظيم اجتماعي، ندخلوا في تنظيم ولائي عنده ضوابط. نعم. عنده ضوابط، يعطيك الصح. نعم. بالطريقة هذه. نعم. هكا جاءت الفكرة. هذاك جاءت الفكرة. وشكون اللي بادر يعني؟ ربيع ما ربما بادر ولا اللي حرك الموضوع وقال اليوم من أسس نادي احنا كهواة الحمام الزاجل؟ والله بادر كمجموعة. كمجموعة. آه.
المجموعة وبحضور خاصة من الأربع الأعضاء هذمين بادرنا بالتأسيس الجمعية، وكانت الموافقة من الجميع وانطلقت. طبعا كيفاش كانت استقبال ملفكم على مستوى البلدية ولا حتى مستوى مديرية الشباب الرياض؟ الاستقبال بالنسبة للملف تاع الجمعية كان من البلدية وشبيبة الرياضة. نعم وافقوا عليه بطبيعة الحال، ورئيس الدائرة نعم يرحبوا بالفكرة يعني حطيت الصح. نعم حتى لنوجه له معنا تحية نعم من بلدية نعم طارق دركي شجعكم على هذا الامر. طارق هو اللي تساهل معنا في جميع الاجراءات وشجعنا وبرك الانطلاق بارك. الانطلاق ربيع والحديث للجميع الخالد وسي معمر وكذا، يعني انتم كي انطلقتوا هل كانت عندكم امكانيات يعني باش نطبقوا بها كعمل ولا عندكم غير الحمام فقط وللفت نتاعهم وخلاص هذا ما كان؟ والله يا الاستاذ على الاول كانت عندنا ما عدا الحمام واللفتات. نعم وكي بدات الفكره لان اصلا احنا رانا كنا ذرجيها كنا رانا تقدر تقول جيران ذكر بينكم حي المجاهدين يعطيك صحه كنا رانا درجيها وجيران وعارفين بعضنا باللي رانا كنا معنا الرب في هذا الصنف من الحمام. نعم وفاهمين باللي راهي الهوايه الحمام الزاجل باللي راهي هوايه عالميه معنا هوايه نعم. عالميه وعدها الاتحاد عالمي ورياضه معناها راهي ماشيه في العالم وسابقين. نذكر ان مقرها في بلجيكا اعتقد في بلجيكا يعطيك صحه. ولما تفهمنا احنا باش ناسسوا هذا النادي وكذا بعد التاسيس تاع النادي بعد كي ولينا نبحثوا ما هي الاشياء اللي تنجحك كنادي. نعم لازمتك الامكانيات ما هي الامكانيات اللي ممكن انتم تحصلوا عليها باش تطبقوا الامكانيات اللي ممكن تطلب مثلا كما المقر تاع النادي لازم يكون عندك مقر في النادي مقر معناتنا باش تجمع فيه الحمام تاع في كل مطلق ولا في المطالق التدريبيه مقر معناتنا يكون للجنه التحكيم لان هناك حصص تدريبيه باش تحطوا عليها من بعد صح فهمتني. نعم هو الاهم حاجه المقر نقر. وبعد المقر يكون الترونسبور النقل لان باش يعطيك الساحه تنقلوا الى المطالق والمكتب المسير هو اللي معناها عند المبادرات هذه وين لازمتها كيما نقولوا احنا مثلا تجي حمله تاع التلقيح. نعم لان هذه امور كلش تحطوا عليها قضيه التلقيح قضيه معالجه الحمام قضيه التغذيه في حد ذاتها هذه كلها جت بعد التاسيس بدات تتراكم الافكار. سي خالد هذا الشاب هذا اللي معكم دوره كيفاش كان يعني؟ كان دوره فعال جدا سي خالد خاصه. نعم. في المطالق هو المشرف الرسمي على المطالق. معمر كذلك معمر هو اللي انه هو اللي صاحب المقر. نعم هو اللي موفر لنا المقر في وين في داره في دار موفر لنا كراج سبيسيال للجمعيه ما شاء الله. نشكره على هذا المبادره الطيبه المبادره تاعنا. نعم. شوفوا خالد الان خالد شوف الميكرو الان انت ربما توصف بانك احد ابرز المساهمين في تاسيس هذه الجمعيه. هل فكرة التأسيس جاءت عن حب أنت حبيت قال لك من أحب شيء أبدع فيه أكيد كانت هواية الأمر هذا. هل هوايتك أنت جاءت من خلال متابعتك لسباق الحمام الزاجل وإحنا نسمع به إلا في دول الخليج كنا أو بعض الدول الأوروبية أوروبا. نعم هذه اللي كان عندها نشاط ولو أن العرب قديما وإحنا أصلا العرب كان عندنا هذا في التاريخ تاعنا بدو... نعم ربما إذا رجعنا الأصل العرب هم اول من استعمل الحمام الزاجل حتى في الرسائل نقل الرسائل يعني اصلا الرسائل كيفاش هو كيفاش اكتشفوه توجيهي خال كيفاش اكتشفوه باللي يقطع مسافات عن طريق الرسائل قديما. نعم. ما كانش التواصل كما تو ادوات التواصل اللي متوفره حاليا. نعم القديم ما كانش معناها تشكروا باللي كي لقاو الحمام هذا وين عنده غريزه تاع حب المسكن تاعه استعملوه في نقل الرسائل يعني لتطلق وان تطلق يرجع للمسكن يرجع للمسكن تاعه سبحان من علمه وارشده وهذا كله يعني آية من آية الله عز وجل. سنتحدث على هذه النقاط المتفرقة وربما النقاط اللي تحير بعض الناس وانا شخصيا بعض النقاط اللي دوختني كانت تساؤلات كثيرة تجاوبون عليها انتم كأهل اختصاص. خالد انت احد ابرز المساهمين والمحبين لهذا النشاط انت كنت تتبع في هذا النشاط كنا كما قال الاخ علي في الميكرو اخ علي اللموشي. نعم الشيء هذا رانا نتبعه في مقابل الحمام. نعم كان بشوي طورناه الحداثه الحمام الزاجل والصباغ والفكره هذه. نعم هذا ما كان يعني قلتوا حتى احنا نجربوا ونديروا تجربه ونشوفوا يعني عادي يعني فندخلوا في لواء هيكله تنظيميه في الهيكل التنظيمي هاو عندكم تنظيم وهيكل. معمر نفس الشيء معمر انت كان عندك الحمام من قبل كنت داير حمام الزينه كنت نافع في حمام الزينه كي قعدت نتصفح في الفيسبوك قعدت نشوف في
السباقات في بلجيك وفي اوروبا، جاني الحب تاع الحمام انطلقت به قديما من قبل كل الجمعيه. يعني من قبل انت كنت عندك الهوايه هذه؟ بدينا اصدقاء زوزنا وكنت صديقي. ايوه بدينا الهوايه ترى حمام الزينه وكذا وتربيه ذاتيه معناها لنفسك ولاهلك والامور. نعم جميل جدا. وبعد تطورت الفكره لان اصبحت بشوي بشوي ربما ربيع الاسباب الحقيقيه ربما كان هناك اسباب يعني تكوين هذا النادي، يعني الاصرار على التكوين النادي في نظرك؟ يعني الاصرار على التكوين الاستاذ حتى يكون في صيغه تنظيميه، صيغه تنظيميه قانونيه مثلا، قانونيه في اطار القانون باش ما تدخل لمن لمن باش ما يعطيك ساعه. لان مثلا كما النقل، نعم النقل كيكون هاز عدد كبير، هاز عدد كبير من الحمام يلقى صعوبات في الحواجز الامنيه. نعم الحواجز الامنيه من حقهم يسالوه. بالتالي الوثائق تاعك رسميه، وبالتالي تاعك رسميه يعطيك الساحه وتكون معك مثلك مثل مربي المواشي مثلا، مثل مربي يعطيك الساحه. نفس الشيء نفس الشيء جميل جدا. الهيكل التنظيمي للنادي نتحدثوا عليها الاخ ربيع والاخ علي، الاعضاء، انتم اسستوا نادي بجمعيه عامه ربما باعضاء وكذا، قداش فيه المكتب تاعكم؟ سبعه ولا ثمانيه؟ هل كل مربين تاع الحمام؟ لا المكتب الاخ، المكتب هو نعم. النادي المكتب كان فيه 15، نعم 15 عضو، و15 عضو خرجنا منهم سبع اعضاء مسيرين، سبع اعضاء مسيرين، سبع اعضاء مسيرين، والباقيين سبع اخرين اعضاء. يعطيك ساعه الاخرين والسبعه الاخرين اعضاء. لا قصدي هل هم كلهم عندهم الهوايه نتاع كلهم عندهم، كلهم يمارسوا في الهوايه؟ لابد باش تكون كلهم يمارسوا في الهوايه لسه. جميل جدا. كلهم جميع هل من الوادي المدينه ولا عندكم حتى من مناطق اخرى؟ عندنا حتى من خارج المدينه، عندنا طورة الجمعيه ربما من 22 تقروان وجكروان انتم راكم تنشطوا في الميدان. من 21 بدنا، من 21 من 21 بدنا بصفه نظاميه. قبل 21 كنا ننشطوا بصح بصفه غير نظاميه، بصفه الهاوي، بصفه الهاوي. نعم صح، بصح من 21 رانا ننشطوا بصفه نظاميه. اكيد النادي ربما ما عنده نشاطه الرئيسي هو نشاط الحمام الزاجل السباق، عندكم انشطه اخرى موازيه ترافق الاهتمام بالبيئه وحملات التشجير؟ الاهتمام لان هذه تدخل في القانون الاساسي تاعك، الاهتمام بالتشجير، وهذه بالنسبه للتشجير وبالنسبه للاهتمام بالبيئه يدخل في نظام لحمايه هذا الحيوان. هذا الحيوان يعيش في الطبيعه، والطبيعه بدها تكون عندها بطبيعه الحال اكيد، لان انتم ربما تكون عندكم نشاطات اخرى موازيه للنشاط الرئيسي. يا استاذ لو كان النادي مثلا يتقوى، لان بكل صراحه لان حتى النادي راه مازال في مرحله بناء، مرحله بناء معناتها رانا مازلنا في التكوين، مرحله التكوين، مرحله التكوين يعطيك الصحه. لان لو كان احنا عندنا افاق اكثر من الشيء هذا، وين معناتها عندنا افاق مثلا كيما نديروا ملتقيات جمعويه معناتها من اجل توعيه المجتمع وتوعيه المربين في كيفاش تتم عمليه تنظيم، نعم تنظيم تربيه معناتها هذا الكائن هذا. نعم معناها نقول احنا مثلا وقت الانتاج او الوقت تاع الانتاج، وقت مرحله تبديل تغيير الريش تاع، نعطوك مرحله تغيير الريش، مرحله تاع تريتمون، لان الحمام هذا لازمته تريتمون، لازم تريتيه، لازم يكون خالي من الامراض. نعم لان حمام سبورتيف باش يقطع مسافات، متابعه علاجيه، متابعه علاجيه. هذه نقاط ربيع شو تحط عليها نقطه بنقطه. نعم نوعيه الحمام، كيفيه التعامل تاعها. نعم لا خلينا نبقاو الان، انتم اسستوا نادي الان، كيفاش راح تستفيدوا انتم من الخبرات؟ هل من خلال التواصل الاجتماعي والبحث في المراجع والبحث كذا، والا هناك جمعيات اخرى انتم راكم تتصلوا بهم سواء كانوا محليه وغير محليه معناها في ولايات اخرى، كيفاش تجيبوا المعلومه الصحيحه من اجل مسايره هذا الواقع وهذه الرياضه على قواعدها؟ يعني هي شوف استاذ راي، لما توفرت مواقع التواصل الاجتماعي سهلت كثير من الامور. نعم لان كل شيء تدخل كان قنوات في اليوتيوب سبيسيال، هذه الخدمه تاعها، الخدمه تاعها كل ما يخص الزاجل، الاهتمام بكل ما يخص، كل ما يخص الزاجل، سباق تفريخ تدريب، اختيار المنطلق الناجعه، كل شيء يعطيك الصحه، اجواء الوقت، كل شيء. ومعه وكان اللي يقعد من بعدك هي التجربة تاع الهاوي، لأن مهما تسمع ومهما يقولوا لك ومهما كذا، وتقعد التجربة تاع الهاوي هي أهم من كل شيء، لأن الحاجة كي تعود تمارس فيها راه بمرور الوقت تكتسب خبرة فيها، ولما تغلط عندك خطأ من بعدك تدارك الخطأ هذاك وين، وبإذن الله ما تزيدش توقع فيه خطرة واحدة أخرى. جميل جدا. يا أخي أنتم تكوين ذاتي، يعني أوتو سيرفيس، خدمة ذاتية، خدمة ذاتية تكونتوا أنتم وحدكم في بيناتكم، يعني في بيناتنا يعطيك الصحة. نعم في بيناتنا، لأنه كل ما تجيك حاجة أنت راك تمارس فيها الهواية. نعم مثلا وقع لك الحمام في مرض، نعم لما يمر ذاك الحمام أنت تولي تبحث، تا
تبحث لازم تشخص قال المرض هذا وين وش يسموه النوعية تاع المرض عند البياطرة مثلا تشخص عند البياطرة تشخص عند الناس عند أهل الاختصاص عند أهل الاختصاص تدخل تبحث في مواقع التواصل الاجتماعي لما أنت تكتشف المرض هذا وين لازم أوتوماتيكمون باش تكتشف العلاج تاع المرض هذا وين نعم. ومن بعد احنا فيما بيناتنا يتمشي المعلومة بيناتنا لأن احنا الدور الدور المعلومة عندنا نعم. دائما نتلاقوا مع بعضنا وكذا مع قال اتصالات أيوة اتصالات مع بعضنا والله لحماية الحمام وربما والوصول إلى لأن حماية الحمام معنى حماية النشاط في حد ذاته حماية النشاط نعم خالد أكيد هذا طبعا السباق عنده نظام خاص يعني أكيد الآن لنفترض الآن عندنا الحمام حمام الزاج قبل ما نروح للسباق خلي من نجيبوا النوعية الحمام الزاج السلالة الحقيقية اللي تقولوا هذه هي الخاصة بالسباق هي أستاذ أغلبية السلالة اللي راي تدور في الجزائر عموما نعم وعندنا في الواد خصوصا هي سلالات أوروبية جايه من اوروبا مستورده مستقدمه هاي جايه من اوروبا مستقدمه من اوروبا يعطيك الصحه جايه من اوروبا لما تجي عندنا احنا جادوا مفرخت هي من بعد فرخت يعطيك الصحه كان ممكن جمعيه اخرى برا خدموا داروا نتائج وهالزوها شيء منه شيء وعندنا احنا نديروا نتائج واكد والسؤال المطروح هو الحمام الزاج تجده حتى في الصحراء تلقاه في الاماكن المهجوره تلقاه هذاك هو الحمام الرئيسي هذاك ولا هذاك حمام لا ومع ذلك استاذ راك ما تقدرش تعتمد عليه لان شوف هو اصلا في حد ذاته الزاجل في اصلا في حد ذاته راه لما انت تحب تقتني الزاجل انت لازماتك تحدد وشي الشيء اللي حاب مثلا المسافات اللي حاب تلعبها لان كاين زاجل يلعب لك مرحله الفيتاس يلعب نقول احنا مثال هذه توجه النقطه هذه يلعب حتى 300 المسافات وقت المسافات وبالتدرج لانه في تدريبات كاين كل حمام اختصاص وش يلعب خلينا بنقطه بنقطه الان انتم راكم في اختيار السلاله الحقيقيه سي علي السلاله انتم من جبتوها في الاول وكانت موجوده عندكم السلاله كما قال الاخ ربيع راهي سلاله جايه من اوروبا نعم حنايا في جمعيتنا اول بدايه كانت جمعيات في الوطن الجزائري هي كانت سبقتنا الشيء هذا اتصلنا بهم واقتنينا سلالة جيدة وبناء على ذلك السلالة مع تربية الهاوي ومع فطنة الهاوي تدبير والتفسير والتدبير تاع الهاوي طورنا السلالة هذه بين ضعفت في 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 ظل الأجواء الموجودة في في لوفت واحد في الصحراء لا في عدة لوفتات في عدة لوفتات بطبيعة الحال لوفت نذكر المشاهد الكرام هو المكان المخصص لعيش الحمام الزاجل وعادة يكون من بيوت بخشب سنعود لها سي خالد وتفهمنا فيها من بعد يعني الآن بعد ما طورتوا انتم السلالة وتوسعت عند أهل الجمعية وأهل الاختصاص طبيعة هو عاد عندكم سلالة انطلقتوا في العمل هذا هو اه انطلقتوا في العمل الان خلينا نروح لخالد نسقسيه هنا نسالك يعني الان خلينا نمشي نقطه نقطه التدريبات هذا السباق عنده مراحل اكيد وعنده نظام خاص حدثنا عن النقاط لان ربما انا بحثت شويه على الامر هذايا لان السباق تبدا بالمسافات بالتدرج تبدا من على مسافه جوكروا 1 كيلومتر وانت طالع بالعقل هاي مراحل التدريب كي تاخذوا الحمام وتروحوا مثلا خالد حمام تدريبي كل واحد باش يدرب كاين يدرب مثال كيما نقولوا على الربع البلايص مثال قال ربع جهات مثلا هاي مثال احنا رانا في الوادي المدينه ونخرجوا مثلا نخرجوا مثلا طريق النخله مثلا طريق النخله ولا طريق الغرب تاع القياضه مثلا ولا كيما نقولوا ساحه الربراب نعم وكيما كوينين ولا سيدي مستور فوق كل واحد يدرب بالطريقه هذه باش يتعرف على المدينه جهات الربع لازم يحفظ المدينه سالوه التعرف على محيط المدينه جميل جدا يعني فيها بدايات يعني وتطلقوه وكاين طريق اخرى كل واحد مثلا نقولوا حنا كيما حنا نسكنوا في حي المجاهدين يدير مطلق في الربراب وزيد يعاود للدوزيام وزيد يجي طريق اللور تاع تكسبت وهي رايحه كل مطلق يدير يزيد كيمشي كيلو زوز حتى توصل مثال المرحله تاع نقولوا 10 كيلو نعم وبعدين تدرج بتدرج وبعدين المراحل تدرجوا فيها لما تطلقوه مثلا قال السمانه هذه طلقنا 1 كيلومتر مثلا ولا 2 كيلومتر خطر جيت قديش تقعدوا سمانه ولا 10 ايام لا المطل قريب هذه نهار بعد نهار قال اليوم قال غدوه تريز بعد غدوه وهي رايح استاذ نعقب عن كلام خالد نعم هي قبل ما ندخلوا في عمليه التدريب وعمليه التدرج وكذا لان لازمات الحمام
يدور عندك فوق اللوفج، لازمته معناتنا يضرب مده تاع شهر شهر ونص شهرين، وهو لازمته يدور فوق اللوفت على الاقل شهرين، فهمتني؟ لازمتك تترك تخرج الخطره الاولى يعني اللوفت تاعها يعني محيط المبيت يعطيك المسكن. لازمته يعرف المسكن، لازمته يعرف المسكن اللي باش يوي في الاخر معناتنا راهو تحطها هو يسجل يعطيك الصحه هو يخزن في المعلومات، تحطها في المسكن تاعه مازال جان صغير، يبدا يخرج يطير مجال الخطره الاولى يعود يحط فوق اللوفت يدخل يحط فوق اللوفت يدخل، ومن بعد يعود يدور دوره خفاف نقول احنا، ومن بعد يبدا هو بالتدرج يبدا يوسع. من بعد انت تبدا تلاحظ باللي الحمام تاعك عاد يدير فيه 40 مينيت هو يدور، عند 40 دقيقه يدور، يدور في ساعه عاد معناتها كي تصوت تلقى تحل الباب تاع اللوفت يخرج يدور في ساعه هو يدور. من بعد انت باش تبدا تبادر خلاص تفهم باللي انت الحمام تاعك ضيول، تسب اللياقه والفورمه المطلوبه باش تبدا تديبلاسي بيه بعد كي تدرب تدخل في مرحله التدريب ومرحله السباق المسافه. لانه لازمتها يريجستري المكان، المكان العين المكان يريجستري ومن بعد كيما نقولوا تبدا مطالب جماعيين ما بعضنا قال مثال 30 كيلو 50 كيلو 60 كيلو مثال جماعي ما بظن هذاك لازم ضروري في الجمعية مطالق تدريبية هذه مطالق تدريبية جمعية ما بظن هذيك ضروري ضروري قبل السباقات قبل السباقات مرحلة التدريب هذه مرحلة التدريب نعم يعني كل الحمام يخرج للتدريب لازم وما فيش عدد معين لابد ولا كان عدد معين لا حسب الانتاج حسب الانتاج الهوي حسب وش خرج الهوي من هل مثلا علي قال عندي في اللوفت تاعي مثلا 30 قال ربيع عندي 20 قال معمر عندي مثلا 15 خالد قال عندي 35 هذا كل تجمعوا مع بعضهم كل جمعوا مع بعضهم كل في المطالق زميلي فتحي بعد قليل سوف يطلق لنا فيديو يؤرخ لها عمليه من عمليات السباق واعتقد انها في بومرداس هذه العمليه على مسافه قد 600 كيلو 500 كيلو متر جو فول دوازو فول دوازو طيران العصفور كما يقال وهذه مسافه حقيقيه لا 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 إذا تحدثنا احنا قلنا رو بالتدرج لعملية التدريب نعم الممارسة العشوائية منذ 2015 إلى 2021 كنتوا تخدموا انتم هوات هوات ممارسة عشوائية من 22 بديتوا رسميا نعم كيف تتم ربيع عملية يعني إنشاء حمام أو سرب من حمام السباق سيليكسيون يعني لما احنا انت راك مدرب فريق وطني مدرب باش تختار التشكيله التي ستقوم بها الكلمه هذه راك اختصرت لا هذه هذا اختصرت ياسر ياسر كلام الاستاذ باش تكون سرب تدخل به الحمام الزاجل اول حاجه مطلوبه راه لازم يكون عندك اللوفت اللوفت هذا وين بالدرجه تاعنا احنا نقولوا كوري مثلا الكوري تاع الحمام يقولوا له يطلقوا عليه اللوفت لازم يكون عندك لوفت صحي اللوفت الصحي لازم انك محمي صحيا مراقب يعطيك لا الحمام لازم كي تحطه في اللوفت تحسه مثلا باللي مش مريض الحمام تاعك مش كل خطره معناتنا يجيك نقول احنا عندك كل سمانه ولا كل شهر يجيك مرض مع الحمام هذا امبوسيبل باش تدخل به في اللعب هذه هذا الشروط اهم شرط اللوفت يعني من الشروط الاساسيه ان يكون الحمام سليم الشروط الاساسيه لازم يكون اللوفت صحي حتى تتوفر الشرط الثاني اللي هو الحمام السليم وانتم تطهروه اللوفت هذا لازم تكون واقف رعايه مستمره نظافه ولازم تكون متلفه نقول احنا القبلي لازم يكون متلفه القبله لان الشمس الصباح كي تزرق فيه فهمتني ولا لا وكي تدور الشمس من بعد كي تعكس باش يعود في القايل يعود بارد ما يقعدش سخون هذه تقنيات التقنيات ومعناتنا اتجاه الهواء كيفاش معناتنا اللوطة نقول احنا مثلا ندير لها شبكه ودي لها الجهه اللي يدخل منها الهواء والجهه اللي يخرج منها الهواء باش يقعد ديما الاكسجين متوفر الحمام ولازم تشوف اللوف تاعك قداش يهز عدد مش انت مثلا اللوف تاعك يهز لك 30 نعم حمامه تجي انت دير لها مثال 40 ولا 50 اوتوماتيك مو استعد للامراض راح تجيك الامراض وخاصه الامراض تاع الجهاز التنفسي فهمتني ولا والشرط الثاني السلاله لازم يكون عندك السلاله معناها هنا راك تدخل في عمليه اقتناء الحمام السباق لازم يعطيك الصحه لازم تكون عندك السلاله استاذ لان من المستحيلات الالف باش تجيب اي لاعب ودي له وشدي له باش يعود لك ميسي مستحيله لا لابد اولا تكون عندها غريزه هنا الغريزه وفي اللاعب الهوايه يعطيك الصحه لازم تكون عندك السلاله والسلاله هذا علاش تلقى مثل الحمام راهو حتى في دول اوروبا راهي عندها مزادات كاين حمام مثلا يروح للرمي وكاين حمام يتباع
مبالغ خياليه معناتها لو كان نقولوها قدر المشاهد ما تحطوا عليها ما يصدق خاش. وانا شخصيا لما تحدثت معك في الموضوع انا دخت المبالغ كبيرة مبالغ كبيره جدا جدا من اجل حمامه اقتناء حمامه سباق لانه هو حمامه سباق تجيب لهم يعني خالد ومعمر سؤال يعني كيفاش تم عمليه تحذير الحمام للسباق وهذا سؤال بطريقه اخرى تاع معمر سيليكسيون الان قال عندنا غدا ان شاء الله مطلق على بعد 50 كيلومتر هاي كيفاش دير سيليكسيون تاعك معمر انت باش توجد الحمام للسباق توجد تحضر نفسي نساه هو فهمت بينك بينها معناها ايه لازم ايه لازمك تكون خرجه تاع دوره كيفاش هي ايه قال غدوه عندك سباق مثلا انا نحكيك على عدو الريفي باعتباري اني كنت عداني قبل يوم الثلاثاء نديروا التدريبات البرا كذا وبتحضر للسباق وتاخذ قسط من الراحه وكذا ولا غير ذلك التهيئه القبليه والبعديه كيفاش الشيء الحمام قبلي وبعدي خالد كما نقولوا ان شاء الله نقولوا غدوه مثاره عندنا مطلق نعم كان كل واحد كيفاش يخدم كل هاوي كيفاش يخدم كيف انا بالنسبه لي انا هاوي يمد ترولايك الماء ترولايك هذا كما نقولوا شغل الماده املاح معدنيه هكا تعطيها للحمام معناها توجد له الماء في الترولايك يجي الحمام من السباق يشرب الماء هذا خاطر يجي كما نقولوا عطشان ويجي كذا شغل ريكيبيري فهم انرجي انرجي يعطيك الصحه شغل انرجي عباره عن مشروب طاقوي يعطيك الصحه وتوجد الحمام ويعود وقت السباق كل واحد عنده طريقه في المعامله مع الحمام واحد مثال يدير عملية تحفيز واحد كل واحد كيفاش يتعامل معه نعم هذه نقاط لابد أن نتحدث عليها الآن نروح نمر كيفاش يعني التعريف بالحمام كيفاش يكون عنده مثلا الهوية نروح لأن كل حمام لابد تكون عندها هوية شخصية خلينا نروح الآن إلى المشاركات المحلية أول مشاركة انطلقتوا بها أنتم كجمعية وين كانت وكيفاش كانت وكيفاش درتوها مشاركة رسمية نحكي يعني علي ايه طبيعة الحال اول مشاركة كانت في اول انطلاقة كانت في على مسافة 100 كيلومتر الحمراية خرجتوا للحمراية اه رسمية سباق اول انطلاقة جمعية كجمعية كي تسابقوا مع بعضكم ولا مع جمعية اخرين ساعة لا هذا في اطار الجمعية خلينا نتحدوا السباقات هناك سباقات جماعية يشاركوا فيها ثلاث ولا اربع جمعيات بمختلف الحمام والا السباق في داخل الفريق الواحد داخل في الفريق الواحد الحمام يتسابق فيما بينه ها طبيعة الحال احنا هذا اول سباق في داخل النادي مع الهواة خلينا داخل النادي مع الهواة المشاركين في النادي نعم هذه اول سباق درتوه في الحمراية في الحمراية قداش الحمراية حوالي 100 كيلومتر نديروا 100 كيلومتر ان فولد وازو الانطلاق كان في الحمراية كان في الحمراية انطلقتوا أول انطلاق قداش الحمامة؟ حوالي العدد ذاك نتذكره حوالي 300 نقول تقريبا تقريبا عدد كبير 300 كل واحد عنده 71 واحد كل واحد يربي يس واحد يربي 50 واحد 60 كل واحد وكنتوا رافقتوا كل الحمام تاعكم انتم في سبعة ولا في ثمانية كل المدربين لا ترسبور ومرافقة برك المرافقة هذاك يطلق وحده هذاك يطلق وحده نعم هذاك المرافقة علاش تنتظروا هاو السؤال هنا لأن ممكن الحمامة قبل ما تلحق أنت إلى فرضا رحت معاه قبل ما تلحق أنت للدار يكون سبقك هو الحمام تفوتك تفوتك أنت عملية التبليغ ديكلاراسيون أنت راك تستنى باش تدكلاري تاخذ الرقم السري باش تبلغ أنت الجهة يعني أصلا قبل ما نبعثوا الحمام للسعر لجنة التحكيم الآن خلينا نتحدثوا على لجنة التحكيم لجنة التحكيم راهي هنا في البلاد لجنة التحكيم في البلاد باهي قال غدا عندنا سباق تعطيكم تطرحوا وهي تحط في تدوا لهم الحمام انتم يعطيك الصحة تخلوا لهم الحمام هم اللي يركبوا العملية هم اللي يركبوا كاين واحد الجلدة سبيسيال استاذ شي سبيسيال فيها واحد لي شيفر اعطينا اللي راهي موجودة عندك جلدة ما عندك ما عندك انت خالد عندك انت لا عندك الباقة الباقة لا هي راهو استاذ هي قبل عملية التحجيل هذه يسموها عملية تحجيل أي بمعنى أن كل حمامة يعطوا لها يلصقوا لها رقم سري رقم سري رقم السباق خلينا نقولوها بلغة واحدة أخرى في السباقات العادية يسموه الدوسار احنا الدوسار هذاك الرقم اللي رقم على يعطوه لجنة السباق تعطيه للعداء أنتم تشوفوا بين أرقام كل عداء عنده رقم في وقت في الوصول ينحوا للدوسار تاعه
هذاك الدوسار هذاك هو لانه مشارك لا رقم هذاك عالي لانه مشارك في السباق لو مسجل الرقم مسجل لانك تروح الرقم تلقى فلان مثلا يا راي يا استاذ قلت لك الرقم السري تعرف معليش الحمام قبل ما يكون عندها رقم سري لازم يكون عندها متريكيل هي في الاصل تكون مرقمه لازم تكون مرقمه في الاصل هاو الان نشوف الى بطاقه تعريفيه بطاقه تعريف معناها انت تحب تقول لي كل الحمام الداخل في السباقات لازم الشرط من شروط السباق يكون لازم يكون مسجل رسميا لدى لجنه التحكيم يعطيك عباره عن كل مواطن عنده بطاقه تعريف طبعا لا متريكيلاسيون عندها بطاقه تعريف وعندها شهاده نسل من خلال على بالك الترقيم هذاك ورا عندها شهاده نسل يعني عندها كان ليسونس من عندها كان حمام يوصل لك حتى الجده للسات في شهاده النسل تاعها يعطيك شهاده النسل تاعها جميل وشهاده النسل باش تكون كيما اللاعب كيما اللاعب عنده البطاقه تاعها بطاقه تاعها باش ينتقل من فريق لفريق لابد المهم مع المتريكيل هذاك وين المتريكيل اجباري اجباري في عمليه السباق لازم مثلا قال الاستاذ علي عنده 50 حمامه كل حمامه عندها بطاقه فنيه على عند لجنه التحكيم لما نجبدوا البطاقه الفلانيه يقول لك البطاقه الحمام الفلانيه عندها كذا يقول لك تعطي الرقم تعطي الرقم يقول لك هذه الحمامه اللي عاد علي انثى ولا ذكر ولا الان تجري الى سؤال اخر الان كنروحوا للصحراء احنا ونلقوا جمل مثلا عنده متريكيل عنده طابع يرجع طبع. الى قبيله فلان وكذا ميتيش نفس الشيء الحمامه نفس الشيء هذه لابد ان يعرفها المشاهد والمواطن يعني هذه المعلومه هذه الان انا رحنا للجنه التحكيم لجنه التحكيم شكون يخيرها اصلا مكتب المسير مكتب المسير بناء على ماذا تختار لجنه التحكيم على الحياد على الحياد على الحياد ويكونوا عندهم درايه كافيه ومعلومات كافيه حول الحمام الزاجل والسباقات يكونوا ناس يمارسوا الهوايه يمارسوا الهوايه اذا من ممارسي الهوايه من ممارسي الهوايه ويكونوا عادة من متقاعدين هذوما من الكبار لا ما مش بشرط المهم لازم مش يكون ناس هذا سؤال مفتوح مش يعني بشرط بس لازم يكون ناس عندهم مصداقيه لأن أمانة كبيرة وعادة قديش تكون من واحدة عن حسب عدد الحمام استاذ هي لازم يتوفروا ثلاثة لازم عناصر. ثلاثة لازم ثلاثة عناصر لازم ثلاثة عناصر لأن عنصر من أجل التسجيل وعنصر من أجل المسك وعنصر من أجل التحجيل هذا ثلاثة عناصر لازم يتوفر ورقات منها حتى منها كما نقول احنا في الدول المتقدة منها عندهم بريات سبيسيال الحوش هذه عاد الكترونيه نعم الكترونيك تطورت الامور عاد دخل في المعلوماتيه ايوه البرا سموها احنا نقولها الات الكترونيه الات الكترونيه نعم تدخل الحمام تسجل عندها باقه سبيسيال خاص انا كيما نقولوا كيما يقصد لك جلود اللي ركبوا فيها نعم جلود اللي ركبوا فيها في اوروبا وفي جوزها الزمن قصدك جوزها الجزائر هذيك الصح يديروا مثال هكا شكون رقم سري حد ما تدخل الحمام تصوني اذا الميك نتاع إذن هذا الجهاز ربما فتحي يبينه للمشاهد هذاك المتريكيل هذا الترقيم هذاك الترقيم نعم هذا ربما كل حمامة لابد تكون عندها برجلة لا متريكيلاسيون هذا عبارة عن رقم بطاقة تعريف تعريف تاعها لما تشد الحمام وتقرا تقول هذا راجع الى فلان هذه تاع فلان يعطيك الصحه ولما ترجع البطاقه الفنيه تاع عند لجنه التحكيم تعرف سلالتها منين وعمرها قداش ولا غيرها قداش وهل سليمه من الامراض ولا لا فيها متابعه ولا غير ذلك وبالنسبه للاخ كما الامور هذه نعم بالنسبه للحمام الزاجل احنا الحواجه هذه كلها راهي تتمركه السلالات هذه كلها تتمركه الباقي معناها كما نقولوا كيف هنا هاوي شغل داير مثال كراسه المركبه هذه مثال الباقه الرقم الفلانيه من باها ومن يمها وهذا باش كيعطيني نتائج هذا باش نرجع انا نقول من باها ومن يمها باش نسبت نسب تاع باش مثال نقولوا هذه عطتني نتائج نحوس على باها وامها نلقى روحي ما ماركيتش هذا في حمام السباق وحمام الزاج معناتها تكون عندها اصول يعطيك الصحه لازم تتمركه قال السلكسيون قال مثال رقم الباقه هذه كذا وكذا هذه نمركيها ورقه وسيلو مركي اباها هاي رقم الباقه الفلانيه والام رقم الباقه الفلانيه وهاي واش خرج منها مثال الجنات الاولاد الانتاج هناك يعطوني هذا ما نتائج نعرف روحي هنا نرجع مثال واش راني مركي اعطاني الطالع اعطاني ايوه قال السلاله الفلانيه هي اللي راهي الان انتم تحدوا يعني السلاله الجيده من السلاله غير الجيده من خلال التربيه معناها تعرف بلي الحمامه هذه معناها لا يرجى منها وراء خير معناها الله يا استاذ اللي قد يحدد الشيء هذا وين سله السباق سله السباق ولا سله السباق سله السباق لا هو بعد كان العداء هذا او الرياضي هذا قال مشوره انتهى معناها ما عادش قادر على العطاء كيفاش تعرفوا ان الحمامه هذه ما عادش قادر على العطاء ما تعطيكش نتائج لما يكمل الموسم انت دير عمليه جرد
تمل الموسم خلاص لعبنا مثلا سبعة قال الحمام الفلاني أعطتنا كذا يعطيك هذيك أعطت نتائج تخليها والما أعطتش نتائج في الأخر لازمتك تخرجها باش من بعد كي تزيد تحاول تنتج من أنك الحمام اللي أعطاك نتائج باش تزيد تنتج جيل آخر جيل آخر يقدم أكثر من شيء باش تقعد أنت دائما حاضر في المنافسة لأنه وصل اسمه سباق سباق عنوش يرتكز يرتكز تسبقني ونسبقك الحمامة اللي سبقت هذيك هي تستاهل باش تقعد عندك أنت وباش تكون منها تواصل تواصل بها يعطيك الصحة الآن رمو شوف أنا الآن تور أنا في لجنة التحكيم لجنة التحكيم أخبرناها بأن هناك سباق كذا وكذا أدينا لها الحمام تاعكم كله أعطوا لها الرقم السرتاحي من بعد أخذتوا الحمام والمرافق طبعا تاع الحمام انطلق إلى نقطة الانطلاق المطالق ذكر المشاهدين الكرام أن المطالق هذه كلمة المطالق هو المكان الذي يطلق منه الحمام لحمام الزاجل الحمام السباق هذاك المطالق اختيار المكان مش كل يخير المكان والله يعني هو وبناء على ماذا؟ احنا كما قال الجماعة المنظمة تاعنا نعطوا بلاصة بصح نشرطوا على المرافق الحمام انه يتجنب انه يكون في بلاصة عالية ويتجنب الأسلاك كهربائية يعني تحب تقول اختصر لك يعني طريق المسار مسار اختيار المسار اختيار المسار ويختار منطقة أنه يكون بعيد على الطريق مو على البلايس مخاطر أنا جايك الأخ علي الآن الآن هو أنا السؤال يجرني إلى المرافق في حد ذاته لابد يكون عنده خبرة نعم أكيد هو يكون مدرب حتى على الأمور هذه وربما يكون حتى داخل في الجمعية فرمي هو الأستاذ متكون. متكون متكون لازم يكون متكون في اللي يكونوه الناس اللي راهم سبقوه في الخبرة في الشيء هذا نعم وهي فهمني شوي أهم حاجة أستاذ باش ما نفوتوهاش في عملية اختيار الطريق عملية اختيار الطريق لو لازم كي نختاروا الطريق على خط مستقيم لا ديستيناسيون يعطيك الصحة نحاولوا لازم المطالق نعم. كي نطلق المطلق هذا وين المطلق الثاني لازم يكون واقع معه على خط مستقيم نعم ما يكونش بعيد عليه مثلا نقولوا احني مثلا طلقت في الحمراية نعم ما يمكنش المطلق الثاني نروح نطلقها مثلا في سيدي خالد ولا سيدي لازم نروح القماش لأنه القماش يطيح لي خط مستقيم مع الحمراية من الواد كي ترسم ومن بعد كي تزيد تروح مثلا تلقى قدامك فهمت حاجه انه الحمام يروح اتجاه مستقيم يعطيك الصحه ما يديرش معرجات حتى هو والله اعلم كي يطير في الجو يدير معرجات او ما يديرش بصح حنا نحاولوا نجتهدوا بان يرسموا الخط المستقيم على طريق واحد هي كما نقولوا حنا راهو حتى الشيء هذا نهزوا من بلجيكا مثال عندنا برنامج قال مثال اول نقطه مثال يقولوا حنا راهي في الواد مثال انت باش كيما نقولوا تمشي حوالي مثال 500 كيلو بومرداس نعم النقطه مهني عندنا برنامج العاف اخ ربيع يحط مثال يكليكي عليه مثال يتبع من بعد النقاط قال مثال 100 كيلو ونطاحت لنا قال مثال 150 وهي رايحه حتى ونوصلوا للمسافه اللي رانا قاصدين احنا بومرداس تقعد غاديه البلايص كاين بلايص مثال قادر تتجنب شوي مثال 5 كيلو 3 كيلو 6 كيلو كاين بلايص تلعب في بلايص خالي قادر تروح للعمار شوي 3 4 كيلو ما يهمش هذيك جميل جدا باش نمروا سريعا الان لجنه الحكم قامت بعملها كذا ورحنا للمطالق وانطلقتوا يتم ارسال الحمام ارتم ارسال الحمام بالطريقه اللي شفناها وربما زميلي فتحي ربما يعطينا الفيديو وهذه كعينه من العينات نتاع عمليه الاطلاق الاطلاق وحنا ربما خيرتونا على بعد 500 كيلومتر 500 كيلومتر بومرداس من منطقه بومرداز. ربما اعتقد وانا اعرف هذه المنطقه من زمور البحري ربما امام شاطئ البحر طلقتوا اختيرتوا كيفاش اختيرتوا المكان عن طريق لالين ديفور لالين ديفور وكان ناجح السباق هذا ما شاء الله ما شاء الله يعني انتم مع 500 كيلومتر يعني والحمام يصل بسلام اشكون فاز في السباق هذا عبد القوي ربيع الله اكبر عبد القوي تبان انت باللي راك متحمس وعندك هوايه كبيره في الهوايه والله لا والله اتمنى ان تكون لك مشاركه دوليه بكل صراحه استاذ الهوايه هذه هي اصلا اسمها هوايه هواية معناتها وانا قلنا من احب شيء ابدع فيه شيء تواوي راهي اصلا بعد العمل هذا شفت انت كي تكمل العمل تاعك وتكمل مثلا مع اهلك والعائله وكذا تحس بقوة الانجاز يعطيك الصحه ترى انت فهم شغل باش تنحي الستريس اللي عندك شغل انت تشوف فهم كيفاش هذه وين تفرخ تخرج فراغ صغار وكذا وتنظف شوي وكذا فهمتي ونعمل هوايه صدق ونعمل هوايه في الحقيقه هذه هوايه لا يعلمها الا اهل الاختصاص راحه نفسيه تامه راحه نفسيه بعيدا عن كل يعطيك الصحه نعم تصور انت ما عندكش الامور هذه وين باش تروح اك عارف ولا لا يعني يعني هو الحمام التابع الى ربيع هو اللي قد دخل في المرتبه الاولى وخالد الحمام تاعك وقتاش في المرتبه الثالثه جميل معمر ثاني
محمد حتى هو ثاني شعري عندك طلقت ما في المرتبه في الـ في الـ في الـ في مطلق بومرداس ما شاركتش ثلاث مطالق انتم ثلاث مشاركين في المطلق تاع بومرداس معنا الاخ مصطفى في المطلق الرابع معنا منخرط نجاوبوني هل كل حمام الذي اطلق من عين المكان وصل بالسلام ولا لا بل الله العالم ربي ضاعت لنا الله معمر قد ضاعت لك حمام انت وخالد عادي كعبة خالد بعثت خمس كعبات رجعوا لي زوز انا ثلاثة كعبات بومرداس والاسباب هاو نديروا تشخيص احنا لا يعني بعد كل مقابلة تاع كرة قدم الطاقم الفني ستاف تكنيك وجماعة يديروا يديروا عملية مراجعة لكل صغيرة وكبيرة المراجعة تاعكم افضت الى ماذا بالنسبة لي انا كل عام ندارك واخطاء جديدة وكل عام كذا نحاول ديما نصحهم بالنسبة لي انا الشيء المطلق تاع بومرداس بورتون معناها كيما نقولوا رغم الصعوبات ورغم الحمام في سيارة كيما نقولوا من نوع ديافام وكذا وكعارف الطريق والسكوس والديدان والحواج هذه الحمام كي يلحق فم كيما نقولوا مهز الراحة تاعها حوالي واحد ساعتين ولا ثلاث سوايع والطلق مو 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 وصلوا له يريح مو يريح اكثر مو يبات وهذه تصدركوها في موقع يعطيك الصحه نحاولوا ندخل في التدريب شو اللي يريح الحمام ومن بعدك يطول على ربي واللي ضاعوا بالنسبه لك انت لان هي خساره في الحقيقه لان حمام مربي وعنده قدش عنده سنوات لكن تقدر تقول واحد زوج كعبات وباقي كلها في اول العام عام 2023 جانا العام جانا العام وتعوضوها انتم هذوما اي نعوضوهم عندنا والديهم معمر راح يقول لك قداش عندي عشرة من عشرة جاني تسعة تسعة ما شاء الله ربيع من قداش بعثت زوج جاني زوج اثنين الله أكبر إلى عين المكان قداش تدرونا في التوقيت يعني توقيت زمن التوقيت زمن التوقيت أول حمامة شدت له واحد 11 ساعة حتى شي ساعة تبان لي وقت قصير مش لا الفتاز شوي طايح شوي طيب يعني كيفاش تدرسوا انتم ها لان كل مطلق راك تدرس الفتاز قداش المتوسط نقول احنا مثلا كاين الفتاز تاع 1500 متر في الدقيقه هو شوف كي عن 1100 متر في الدقيقه 1000 متر في الدقيقه نبداو نقولوا باللي راهو الفتاز طايح لما يكون الفتاز اكثر من 1000 ديما راهو الفتاز مليح هيك نشوفوا طائره احنا تنطلق من مطار قمار مثلا الى العاصمه احنا عاده نديروا 25 دقيقه في الجو كيفاش تحسب هنا وكيفاش تحسب هذيك لا احنا نحسبوني قلت لك نحسب متر في البرنامج نمشي به برنامج البرنامج الساعات برنامج سبيس هل الطائره العاديه نتاعنا عندها فيتس معين والاخرى عندها فيتس معين ولا كيفاه بطبيعه الحال يعني شوف الفرق 25 دقيقه برا نديروا ساعه والاخرى دير 11 ساعه كيفاش يعني ولا الاخرى تصدفها في لا شوف استاذ هي راهي نقولوا باللي راهي القدرات الالهيه هذه وين تختلف كما تختلف عند الافراد من شخص الى اخر حتى الحمامه راهي تختلف من حمامه الى اخرى فهمتي كاين مثلا حمامه تستطيع ان تحدد الاتجاه في غير تطلقها تحدد الاتجاه وكاين مثلا حمامه واحده اخرى تضرب ساعه ولا ساعه ونص واعتقد ان سباق بومرداس يعني ربما خالد ربما برتيرباسيون يعني ربما الاخلال اللي وقع في في في, في تاه ربما الحمامه لا هو الاختلال اللي وقع الاستاذ الشيء اللي رانا بعد كي اجتمعنا عليه كل واتفقنا عليها النقطه دي كل الحمام مداش القسط من الراحة كي هذا مرهق لأنه وصل به الحمام منباري يقعد الساعة ولا تقدر تقول ساعة ريح الحمام وطلقه معناها شفت أنت مثلا أستاذ تسافر من هني لزير العاصمة كتابة الخطرة الأولى من السيارة تحس روحك باللي نعمة زيت تراكب نقول هني مثلا هو الحمام كيما المسافر كيما المسافر كيما المسافر قصة الشيء يلحق لابد قسط من الراحة ما يبصرش لأن حكم الحمام ما عندناش الضياع أنا سمعت باللي الضياع كانت نسبة ضئيلة جدا فهمتني ولا لا نعم والحمام لما وصل التاخر تاع الوصول استنتجنا باللي راهو القسط تاع الراحه هو اللي ما كاش كافي للحمام نعم جميل جدا خالد كيفاش يتم يعني عمليه رسم برنامج تاع السباق برنامج يعني كما تحدثنا بقالي عندنا واحد البرنامج نحطوا النقطه من الواد الشيء اللي رانا باش نرسموه باش نمشوا كما نقولوا بومرداس ولا مثال المسيله ولا اي بلاصه باش نوصلوها نعم ونحط النقاط قال مثال كما نقولوا هني الطريق لا لين دو فول قال مثال المسافه هذه راهي في الواد وقال باش نمشوا مثال اسنا نمسيلا 150 كيلو كما حدثتك النقاط فما كان نحط النقاط قال كل 50 كيلو نديروا مطلق فهم نقسموها مثال لك المسافه هذيك تخرج لنا نقولوا هني سبع مطالق ونديروا فيها واحد مطالق ولا ثلاثه كما نقولوا ريتور نرجعوا الثقل للحمام قادر تلعب مطلق حمرايه وزيد مطلق كما نقولوا ستيل
وزيد مطلق وماش يقع لك شوي مشكل مع الحمام تعاود ديكلاش تعاود ترجع مثال الحمرية شغل تعطي الثقة للحمام مش كما يلعب مثال نقول 100 كيلو كذا اكيد يزيد الغلا ياخذ الترغزه. اول استاذ تعقب السؤال خالد نعم هو تحديد النقطه بالضبط تاع المطلق نحدد النقطه وبعدها قد تتكون لجنه لتقصي احوال الجو نعم هذه عندها اهميه كبرى مروري. في في الانطلاقه السباق يعني كما تكونش الجو مهيئ للسباق يلغى السباق نحو الطبيعي تكون لازم يعني متابعه للرصد الجوي يعني. الرصد الجوي جميل جدا عندنا لجنه خاصه تكون الطقس شفيت كفيت حدد لنا نعم الجو زميل فتحي احد المشاهدين الافاضل صديقنا نصر وتامة قال لك اعطينا الفيديو يا سي نصر يا سي فتحي باش نتعرفوا تعرفوا عليه تتم عملية الإطلاق نعم نصر الدين تما يقول أعطونا الفيديو نعم وكذلك يا صديقي نصر الدين فتح الشاي بعد قليل سيطلق لنا الفيديو لتتعرف أنت والمشاهدين على هذا المطلق الذي كما ذكرنا مطلق تاع حي أو شاطئ بومرداس جميل جدا أهم مراحل السباق يعني هناك مراحل يعني برنامج يعني السباقات على اهم المراحل كيفاش تتم المراحل يعني المرحله الاولى المرحله الثانيه المرحله الثالثه والله مباشره يعني لا تتم المراحل على التدرج على التدرج تدرج تكمل مرحله هي تكمل مرحله التدريب اللي رانا حكينا عنها تكمل مرحله التدريب ندخلوا في مرحله السباقات الرسميه نعم مرحله السباقات الرسميه تم تحديد الاتجاه ورسم النقاط تاع المطالق ومن بعد تبدا باتباع هي اصلا تكون كل اسبوع عندنا مطلق نعم والشيء اللي يحكم في ان تاخير المطلق او تقديم المطلق على الموعد الرسمي تاعه لان لازمتك تعطي البرنامج تاع المنخرطين اللي راهم معاك نعم. تعطيهم البرنامج تاع السباقات على لان لازمتك وفي خدمه لازمتك تعلمه قبل اسبوع قال مثلا باللي الاسبوع القادم مثلا الاحد القادم راه عندك مطلق نعم باش هو يخدم يهيئ نفسه يهيئ الحمام هذه المراحل لان الحمام واش لازمته لو كان متوفر في الشيء فيه شرط اللياقه والحضور في حد ذاته حضور كيما اللاعب فورما واللياقة كيما اللاعب كيما الرياضي في اي سباق كيما الرياضي نعم والفورما واللياقة قد يكتشفها الهاوي معناها بممارسة تاع الهواية انت لما توقف تقعد تشوف الحمام تاعك تعرف انا اللي راهي جاهزة وانا اللي مش جاهز مثلا انت الحمام تاعك تطلقه يدور فوق اللوفت 40 دقيقة يفوت 40 دقيقة بصح تطلقه يدير 10 دقائق ولا 5 دقائق ويهبط لك تعرف انت بلي راه عندك خلل لاني الحمام تاعك هذا ما يمكنش تمشي فيه حمام 400 كيلو غير جاهز لازمتك تعالج الخلل اللي عندك لازم تفهم بلتي انت واش عندك الفورمه ولا اللياقه طايحه واحده من زوج لان هما مضمون ملتزمين الفورمه واللياقه تعرف بلي راه يما اللياقه طايحه ولا الفورمه طايحه اللي بنت لك اللياقه طايحه كاين الامور اللي تطلع لها اللياقه اللي بنت لك الفورمه راهي طايحه كاين واحد الامور اللي تطلع لك الفورمه جميل جدا وانتم من خلال خبرك اطلعتوا على الامر هذا تطلع على الامر هذا نعم نقطة جنوب افريقيا فسروها لنا هذه انتم احنا في الجزائر عندنا نقطة جنوب افريقيا هذه اعطونا تفسير عليها والله نقطة جنوب افريقيا شيخ راهي هذه راهي نقاط عالمية كاين نعم. نقطة جنوب افريقيا كاين نقطة تايوان كاين نقطة الاهرامات في مصر كاين قدام النقطة في العالم نعم. نقاط عالمية وهذه النقاط وش تم قرطاج. نقطة تونس قرطاج اللي داروها مؤخرا نعم. هذه وش تم يتم تجميع الحمام من جميع انحاء العالم اي واحد حاب يشترك يفتحوا لك باب الاشتراك تجيبهم هذاك ومن تجيبهم انت نقول احنا جنات صغار نعم حمام صغار ويتم التربيه تاعها في النقطه هذيك وين ومن بعد تم عمليه التدريب تم عمليه التدريب وبعد عمليه التدريب حتى هم نفس الشيء نعم. يدخلوا في مطالق رسميه ومن بعد كاين المطلق النهائي كما نقطه جنوب افريقيا يسموها نقطه المليون دولار اللي يربح اللي يدي كلاسي بريمير الاخر مطلق راه يدي مليون دولار استاذ يعني كان اللي فازوا بهالمبالغ هذا كان اللي فازوا بها كل عام كل عام. عام اه كل عام كل عام وتتبعوه انتم في تتبعوا فيه بصفه الحال انا شايف النشاط تاعك استاذ اللوجيسيال طبعا الموجود يلعب دور كبير في تحديد النقاط اه بيان سير استاذ لان اللوجيسيال هو الرسمي الان في الواد هل تطمحوا انتم باش يكون عندكم رابطه يعني تجمعكم قداش الجمعيه عندنا في الواد تقريبا ثلاثه في الجمعيات كاين ثلاث جمعيات ثلاث جمعيات ثلاث جمعيات على مستوى الوطن عندكم عدد يعني حسيت جمعيات تقدر تقول على مستوى الوطن كل ولايه فيها جمعيه زوج جمعيات نعم وتتواصلوا مع بعضكم كاين تواصل نعم شبكه التواصل الاجتماعي نعم هل في سباقات وطنيه مثلا ولا جهويه ولا والله ما زلت ما لحد الان من هو شكون اللي يبادر لمثل هذه النشاطات يعني والله
الاستاذ لازم تكون، لازم تكون رابطه وطنيه. نعم. لازم تكوين، لازم الهوات يتفاهموا في بعضهم ورؤساء الجمعيات من اجل تكوين رابطه وطنيه. نعم. تكون الرابطه الوطنيه، بعد الرابطه الوطنيه هي اللي تقدر تحدد الشيء هذا يا وي الاستاذ. نعم. في البلماريس تاعكم عندكم 10 مطارق، درتوا 10 شكر. درنا 10 العام اخرها، والعام اللي فات درنا 7 7 7 مطارق، والعام اللي قبل اللي فات درنا 10 مطارق استاذ. جميل جدا. والله نتمنى تكون عندكم يعني مشاركات يعني مش عارف ان شاء الله. نقاط اخرى ربما تحدثوا عليها هي نقاط المرافقه، نقاط تربيه، يعني الحمام هذا لازمو ادويه مثلا، لازمو مثلا تلقيح، كيفاش تم علي عمليه التلقيح عند البيطره في كل موسم مثلا الوقت اللي تلقحوا فيه الحمام؟ عمليه التلقيح تكون في بدايه الموسم. نعم. في سبتمبر. من كل عام؟ من كل عام. التلقيح من مرض الروشه، يعني الرعشه يسموه نيوكاسل. نيوكاسل هذا مرض معروف، مرض معروف يصيب الطائر. وعلاش يصيبها؟ كيفاش؟ ما هي الاسباب المسببات كالي سمبتوم يعني من الاعراض، كيفاش تعرفوه؟ والله بالنسبه للاسباب تكون الهاوية، عدم النظافة في اللوفت، يعني أمور متعلقة يعني بالنظافة، بالرعاية، بالاهتمام، بالغذاء، فيروس وينتقل من طائر لطائر، فيروس كما فيروس كورونا مثلا، وما عندهاش علاج. اللي دخلك اللوفت تاعك ما عادش عندك علاج، ولذلك ما عندنا حنا واش نديرو، نديرو عملية تلقيح، تلقيح قبل ما يوقع عندك الفيروس هذا في اللوف تاعك. لان اللي ياخذ ادويه معينه يعرفها بياطر، فاكسا 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 تخدمه سبيسيال تاعه. نعم. فاكسا سبيسيال تاعه. لي لوفت هذوما عاده يكونوا من الخشب، من اللوح يعني، ويكون عندهم خدمه سبيسيال. شروطها خالد ومعمر، شروط اللوفت كيفاش يكون؟ تقول انتم كاهل اختصاص تقولوا هذا اللوفت معناتها يستجيب للحاجيات، يكون مبني على مقاييس محدده وثابته يعني. ماشي. اولا يكون لوفت صحي، في هواء نقي، معرض للهواء مثلا، معرض للشمس، الشمس يستفيد من كل، ويكون لازمك تدخل اللوفت ما تحسش ان اللوفت مغبوط، تحس الهواء كي تدخل تحس بالهواء اللي راهو نقي يدور، والنظافه لازم يكون الهواء مسيركيلي. يعطيك الصحه. في اللوفت يعني حتى كي تدخل اللوفت ما تلقاش الريحه تاع اللوفت ولا الان. هذا النشاط هل يمكن احنا نقدروا نصنفوه كنشاط علمي؟ نشاط علمي مبني على معطيات علميه ثابته، معناها لان لما تشوف انت عالميا هذا النشاط يعني، والعالم او ربما اللي عنده امكانيات في هذا الامر هو قاعد يطور فيه وكذا وكذا، اذا يقدر يكون نشاط مبني على قواعد علميه ثابته، معناها كتربية معناها الأشياء الأخرى المتعارف عليها مثلا ولا لا؟ لا، هو نشاط علمي أستاذ، نشاط علمي، لأن مادام عندها مثلا بياطرة متخصصين في المجال هذا، وين عندها شركات شحن متخصصة في المجال هذا، شركات مكملات، كاين شركات أستاذ راهي سبيسيال خدمتها غير المكملات تاع الحمام الزاجل، هذه الخدمة، هذا هو، هذه خدمتها، يعني تسترزق شركات عالمية، يعني تسترزق من هذه الأمور، تسترزق من هذه الأمور، معناها شركات وتسوق عالمية، شركات في الأدوية، شركات في التغذية، شركات في الإكسسوار، يعني مثلها مثل الأدوية، الأدوية الفلاحية، يعني كما الأدوية البشرية، البشرية، كما الأدوية البشرية. إذا إذاك جاوبت بطريقة غير مباشرة، إذا هذا النشاط يعتبر نشاط مبني على قواعد علمية، علمية ثابتة. علي والجميع أنتم عندكم مشاركات وربما أرى أمامي مثل هذه لي بالماريس الاستحقاقات وشهادات التكريم وأوسمة وسنتحدثوا علي لموشي مثلا حصولك على المرتبة الأولى في سباق الأبطال 300 كيلومتر موسم 21 يعني في 2021، حدثنا شوية للمشاهدين هذا على هذا السباق. وهذه الجمعية أذكر أننا نستضيف جمعية نادي الرياضي للهواة حمام السباق طبعا بوادي سوف، هذه الجمعية التي لا يعرفها الكثير ربما اليوم في أصداء الشباب نعرفوا بها الجمعية، وأنا شخصيا ربما فخور جدا أني تعرفت عليكم، تعرفت على هذا النشاط اللي نعتبره إضافة من إضافات أخرى في ولاية الواد، ونتمنى لكم يعني باش تكون عندكم يعني مشاركات وطنية، وربما ولما لا تكون حتى عالمية،
وأرى الإرادة القوية القوية جدا لهذه العناصر كما علي كما ربيع كما خالد المتحمس معمر كذلك من القدماء في هذا الأمر. وإن شاء الله إحنا ولما لا يعني وإذا يعني وليس ذلك على الله بعزيز ربما يعني الرغبة والإرادة في هذا ما نتوسكم. علي أنت في 2021 حصلت على هذا الوسام حدثنا عليه. في 2021 هذا سباق نقطة المسيلة. أيوة. يبعد حوالي 350 كيلومتر جو. تحصلت عليه على شهادتين. نعم. الأولى والثانية. نعم. كان سباق جد ممتاز بالنسبة لي. نعم. مشاركة قوية. مشاركة قوية. دخول الحمامة تاعك يعني في المراتب. في مراتب أولى. وبلغت مباشرة. بلغت مباشرة. نعم. شكون اللي سلمت الـ 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 الأوسمة والجوائز؟ لجنة التحكيم. بطبيعة الحال. شكون هي لجنة التحكيم؟ ذكرناها. لجنة التحكيم تتكون من النادي. من النادي بحد ذاته. بحد ذاته عندك صح. يعني فيما بينكم. فيما بيننا. وهذا هو. يعني العملية تتم داخلية وتتم. بطبيعة الحال. جميل جدا. هذا في عام 21 عندنا في 2023 23 اي للسيد عبد القوي ربيع ما شاء الله ربيع لابد باش يكون وهو ربيع عنده اثنين عنده في 21 وعنده في 22 في 22 الوسام هذا حدثنا عليه يا ربيع 23. والله يا استاذ الوسام هذا وين لان الشهاده هذه شهاده التفوق العام مش فسر لنا هذا هذه شهاده التفوق العام مش لما هذه شهاده التفوق هذه شهاده مش شهاده مشاركه لا مش شهاده لا سباق لا لكن يقولوا شهاده لا بالنسبه لي انا شهاده نجاح يعني بري هذا هي جائزه بحد ذاتها فهمني مقابل ماذا مقابل تفوق تفوق استاذ بالنسبه لي انا هذه شهاده التفوق فهمتني في نفس السباق نفس السباق في نفس السباق اما ربيع الشهاده تاعه على مدار موسم كامل شهادة استحقاق على مدار موسم كامل انتم بقولي تقييم عام تقييم قوي تقييم الصحة معناها لما تديروا انتم تقييم قال المرتبة التقييم العام المرتبة الأولى قال كذا عندنا الشهادات بطولة انت هذه بطولة بطولة اذا انت متوج ببطولة هنا متوج بالبطولة بطولة الموسم بطولة الموسم تحتوا بلغة الرياضة تكرة القدم اذا بطل الموسم بطل الموسم خلنا نكمل استاذ احنا بالنسبة للسباقات تحدد بماذا تحدد؟ النقاط الفيتاس نسموها احنا الفيتاس نعم من 100 كيلو حتى 250 نعم من 250 حتى 350 نسموها ديمي فون نصف الفيتاس والنصف الطويل نعم والطويل ممتاز هنا الشهاده تاع ربيع ويزيد يكمل يشرح يعني نحب نوصل معلومه فقط من خلال ما استفهمتنا انتم تصنفون في قانون السباق قانون السباق تاع العدو الريفي قانون السباق هذا هو بالتوقيت بالمسافات بلغ لما نشوفوا يعني رياضه المشي مثلا 20 كيلومتر مشي مثلا عندها توقيت كذا وتحسب بالطرق بطرق اخرى الفرادي والجماعه وكذا يعني انتم تخضعون الى السباق قانون السباق قانون السباق نعم يعني دار عليه اسقاط كما هكا عندنا لوجيسيال يحسب لنا اكيد اللوجيسيال تاعنا حديث هذه ربيع بريمير اسبيجون ديميفون 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 فيتيس هذه ايش معناها هذه معناها كما نقول الموسم اللي لعب ربيع كله هنا هذا الشيء هو ديميفون ولا بالفيتيس عطيك الصح الفيتيس في الفلت وكلها في الفلت المطالق اللي لعبناها في الفيتيس كامل والاخرى كيفاش هو بطلها البطل والمطالق اللي لعبناها في ديميفون هو ثاني بطلها اعتقد ربيع عنده اكبر عدد من الحمام الزاج المشارك حمام السباق ولا لا؟ لا استاذ ما عداش علاقه علاقه بهذا بالعدد ربما تكون عندك 10 يكون هما دائما يكونوا يعطيك الساحه تكون عندك علاقه بال 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 نقولوا احنا بال 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 بالجوده تاع الحمام اللي راهو عندك جوده الحمام جوده الحمام اللي راهو عندك يعطيك الصحه جميل ما عداش علاقه بعدد الحمام كاين مثلا استاذ تلقى مشارك ب 10 حمامات وناس مشاركه معاه ب 70 حمام ويدي عليهم الشهادات شهادات فهمت كيف وهذه كلنا قلنا معناتها تدخل في 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 السلاله والهاوي لان الهاوي هو مدرب الفريق لان انت كيعود عندك مطلق كما المدرب الفريق الجوير هذا مش حاضر في الماتش هذا وين ما يلعبش يلعب الجوير اللي راه حاضر انت كتعود باش تديهم السباق نفس الشيء اختيار 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 الانجع مثلا اختار الانجع لان مش حاضر قادر تضيع لك معمر عندك نتائج يعني في هذا الامر
الحمد لله عندي حاجه معبه نتائج عندي في 400 كنت انا البطل تاعها الاول ان شاء الله. وانت قديم الحاج قديم نعم جمع الاولين فما الشاب خالد هذا النشط تورا هو يمشي على خطى ان شاء الله حتى هو تقدر تكون على كل هذا نتائج السمحه والحمد لله. هو المطلوب منكم انكم تدخلوا لي زميلي فتحي يعني في الامر هذا وربما هو مستعد فتحي باش يكون عنده يعني حمام زاجل خير باب النادي مفتوح للجميع المنخرطين استاذ اي واحد يحب ينخرط معنا يجي مرحبا به وندعموه بالسلالات وندعموه بالمعلومات وسهلوا له المهمه عندنا حتى اشكال من هذا المنبر ثاني نوجه تحيه لزميلنا كمال الزوق اللي ما قلناش على انه راه يحضر في روحه يعني للفوز بمليون دولار يعني كمال انا مش لحقنا في الروايه ما قلناش كمان نقول لك بصراحه رانا فقنا لك ولكن انت تضيف الى رصيدك هذا النشاط يعني اللي هو نشاط يخليك ان شاء الله تكون من الاوائل ومبدع يعني كما عملتنا في نشاطات عندنا نظره مستقبليه لمليون دولار كمان ما حبش يقول لنا ورانا اكتشفناك راك مخبينا مفاجآت أخرى والفوز كمان يقول لنا حتى نفوز بالمليون دولار يعني. والله نتمنى لكم كل التوفيق في هذا النشاط اللي نعتبره نشاط مهم جدا ونشاط رياضي يعني بالدرجة الأولى نشاط رياضي مهتم. احنا كنا نرى في دول الخليج الأمر هذا والدول الأوروبية المتقدمة نذكر بأن مقرها العام في بلجيكا أعتقد بلجيكا انتم عندكم والخيرات لابد ما كانش تنظيم باين في الوطن هنا معروف يعني مثلا يكون اي اتحاديه مثلا ولا ما كاش الوقت كانش هذه الاتحاديه اللي بقى وهذا دوركم انتم كجمعيه على مستوى الوطن باش تبادروا الى تاسيس. والله ماذا بينا استاذ الحين تكون كاين جمعيه تكون كاين رابطه وطنيه ماذا بينا تكون كاين رابطه وطنيه وتكون كاين مطالق جماعيه وتكون كاين نتيجه نعم. نتائج معناها تاع الناسيونال ماذا بينا لانه في الحقيقه هذا هذا نشاط لابد ان يثمن لازم يثمن ولابد لابد انتم كجمعيه انكم تقوموا بدوركم وتلعبوا دوركم الشيء اللي راه معمول به في العالم ماذا بينا يكون في الجزائر وانتم يقع عليكم دور انكم تشجعوا هذه هذا هذه الممارسه الرياضيه في ولايه الواد. السؤال الاخير هل الجو المكان والزمان ملائم في ولايتنا هذه حاره صيفا وبارده شتاء هل ولا مواتيه باش تكون هنا النشاط هذا في ولايه الواد؟ والله يا استاذ والله بصعوبه صعوبه 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 والله لان المناخ يلعب دور كبير قصير بالنسبه للوقت قصير قصير الوقت عندنا قصير احنا عندنا السخانه عندنا الرياح هذه كلها عوامل تؤثر عوامل يعني. عوامل قصير وهكا ولكن احنا سوا نجتهدوا في ذلك نجتهدوا قادرين انا كما قلت لك خاصه حاجه نحققها باذن الله ان شاء الله وكما الزوق راهو فقد بان فريق تعرف سماه الفريق السوفي السوفي مرحبا ايوه كمال لازم تقول ونشكره كمال الذي نسق معنا ومعك هذا اللقاء يعني هو محب للجمعيات ومحب للنشاط الجمعوي الاخ كمال نقول له كلمه في حقه الشيء اللي راني لاحظ فيه في القناه تاعكم استاذ معناه راهو مشكور ياسر على المجهودات اللي راهو يقدم فيها في جميع المجالات اكيد في جميع المجالات مشكوره يا خويا مشكور كمال المميز ومشكور كل الزملاء على القناه مشكور انت ثاني استاذ والله انا ما شاء الله انا نتعلم وانا قاعدين نتعلم حفظك ان شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا فاعلين في هذا على الاقل ندخلوا بصمه في هذه الحياه وحنا نقدموا في رساله الاكثر والاقل والشكر الكبير جاء الى القناه قناه التحرير التي فتح ابوابها لكل الفاعلين في هذا عرفت كثير من الاشياء في الولايه وهذا دور اجتماعي وطبعا قناه التحرير دائما تقول نعم لاي نشاط فاعل في هذه الولايه مهما كان نوعه ومهما كان نشاطه ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. تقريبا وصلنا الى نهايه هذا اللقاء القيم الجيد الرائع الذي سررنا بلقائكم فيه لاول مره ان شاء الله تبقاكم يعني كذكرى عرفناكم بالجمهور اكيد يعرف ان هناك في الواد جمعيه تسمى جمعيه الحمام السباق النادي الرياضي لهواد حمام السباق حمام الزاجل طبعا اللي يرأسها هذه الوجوه الطيبه اللي تسعى دائما للاضافه واعطاء الاضافه في ولايه الواد. كلمة أخيرة بعجلة قبل أن أرفع ونسدل الستار عن هذا اللقاء. الشكر لقناة التحرير والشكر الخاص لأستاذنا الكريم وللفضاء الإعلامي اللي عرفنا باش نعرفوا بهواية تاعنا وشكرا. شكرا لك علي ربيع. والله شكر ربيع قوي. شكر القناة أستاذ وشكر لك أنت بصفة خاصة على هذا البرنامج القيم واللي يساهم إن شاء الله في تعريف بالنشاطات الجمعوية للشباب. ونطلب الله سبحانه وتعالى يفرج عن اخوتنا في غزه ان شاء الله ان شاء الله امين يا رب العالمين. معمر نشكر القناه معمر مسعي وانت ابرز المشاركين والمساهمين نشكر القناه على هذه المبادره ونشكرك الشيخ
شكرا الشيف خالد. السلام عليكم. نشكر القناة نشكر قناة التحرير عن هذه الاستضافة الجميلة، ونشكر الأخ علال بالقاسم. شكرا وشكرا. بارك الله فيك خالد، وهي ما يشربها إن شاء الله. وأنا أشكر زميلي دائما فتحي الشايب الذي رفقني طيلة هذا اللقاء على عرض التقنية ونقل لنا هذا اللقاء. كنا بودنا فتحي أن نراه الفيديو، لكن إن شاء الله فتحي يوفينا به إن شاء الله قبل أنا بعد أن يجهز. شكر جدا وجودي معكم ووجودكم معي في هاي بلاطو أصدقاء الشباب، حتى نلتقي بإذن الله في فرص أخرى. نتمنى لكم كل التوفيق، حتى نلتقي بإذن الله. أطيب المناوى، إلى اللقاء. شكرا للجميع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير لمحبي حمام الزاجل. اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023، عاشر مطلق رسمي لنادي حمام السباق بوادي سوق، على بعد مسافة 500 كيلومتر جو، وحظ موفق للجميع إن شاء الله. من ولاية بومرداس.